أهم المصادر التي بيعتمد عليها الاقتصاد المصري، هل بيعتمد على القطاع الزراعي أم السياحي أم قناة السويس أم ماذا؟ طيب حضرتك، أنا هقسم سؤالك لجزئين. اتفضل. الجزء الأول مصادر الحصول على العملة المحلية، والجزء الثاني مصادر الحصول على العملة الأجنبية. بالنسبة للعملة المحلية، أكثر من 80% من الموارد الموازنة العامة للدولة بتأتي منين؟ من الضرائب. نمرة اتنين، عندنا مساهمة الزراعة ومساهمة الصناعة الحقيقة ما هيش كبيرة قوي، وقطاع التعدين، قطاع التعدين مساهمته من 3 ل 5%، وهي نسبة متدنية جدا. جدا. الزراعة حوالي 16%، الصناعة ما بين 14 ل 15، وعايزين طب نزودها وحضرتك، هو ليه ل 25. مجال الزراعة تراجع قوي مع اننا احنا دولة زراعية في الاساس؟ لأن عدد الأفدنة المزرعة صغيرة، احنا مساحة مصر مليون كيلومتر مربع. كنا لحد عهد قريب نسبة العمران في مصر من 5 ل 7%. صح. الرئيس عبد وزيادة الفتاح عدد السيسي السكان وصل برضه. الرئيس 14%. عبد الفتاح السيسي زود مساحة العمران إلى 15%، ودلوقتي من 15 ل 17. طب إيه هدف 2030؟ خطة 2030 زيادة المساحة المعمورة في مصر كلها ل 25%، وسوف تكون أول مرة في تاريخ مصر. احنا كنا 5%، احنا عايزين نوصل لكام؟ ل 25%. يبقى دي الجانب الاول فيما يخص العملة المحلية. العملة الاجنبية بقى، انا مش عايز اقول الدولار لان في يورو، عملات اخرى، وفي جنيه استرليني، وفي ين ياباني، وحاجات كتيرة. وامارات وسعودي. نقول ايه بقى مصادر الحصول على العملة الاجنبية؟ نمرة واحد التصدير، نمرة اتنين الاستثمارات المباشرة، نمرة ثلاثة تحويلات العاملين المصريين في الخارج، نمرة أربعة عائدات السياحة، نمرة خمسة حضرتك القروض والمنح. يبقى دي خمس مصادر. قناة السويس طبعا من أهم المصادر، هي من أهم المصادر. لكن الحقيقة ما حدث في الآونة الأخيرة أثر بيخليني عليها طبعا، أخلي مرتبتها تتراجع شوية. ليه حضرتك؟ لأن الحقيقة دلوقتي انخفضت الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي مرورا في قناة السويس إلى كام؟ 60%. وهذه يعني قصة تراجعت أخرى عن العام الماضي بسبب طبعا الأحداث الجارية في المنطقة، وده يمكن تأثر بها الاقتصاد المصري تأثير مباشر، يمكن لأن طبعا احنا بنحتاج. حضرتك قلت إن احنا طبعا ما زلنا بنستورد، يمكن الريس في الخطاب الأخير يعني قال حاجات، حتى بنستورد الميك اب، وده بيحتاج له عملة دولارية. احنا يعني بنستورد تقريبا 60% من مشتملات حياتنا اليوميه، فبنحتاج كده كده للعمله الدولاريه، شوف يا فده سيد. بيأثر علينا. ماشي حبيبي. شوف يا سيدي الفاضل، ارجو الا يفسر كلام سياده الرئيس بهذا المنحى. لا انا مش بنفسر، هو القصد ايه؟ ما انا عايز اوضح، بس عايز اوضح احنا برضو، انا بفهم حضرتك يعني، معلش انا عايز اوضح للمشاهد، للمشاهد الكريم. اتفضل. مش لحضرتك، مش كده ولا ايه؟ لا اتفضل، يعني اوضح للمشاهد. طبعا للمشاهد. طيب عايز اوضح، في احيانا سياده الرئيس بيقول بعض الكلمات الغرض منها التشجيع على الصناعه، يعني هو بيشجع، يعني كلام يعني سياده الرئيس مش بيقول هنمنع الاستيراد، لا، لان مصر عضوه في منظمه التجاره العالميه، ولا تستطيع وضع قيود الا بالاتفاق بمنظمه التجاره العالميه في جنيف.